كل وحده فينا كتحلم بالنهار اللي غادا تكون فيه عروسه ومن صغرها وهي كتوجد ليه. انا مع صالون مريم سهلت عليكم الماموريه، الا بغيتي تطلعي غزاله فنه كتحمقي نهار عرسك بحال شي اميره، ما عليك غير اتصلي بيا في صالون مريم 05 43 43 43 18. خويا عييت بركه عليا. تبارك الله عليك اختي مريم، شو طلعتي غزاله تبارك الله. قول اعوذ بربي الفلاق اخويا، ما تبقاش تقول لي هاد الهضره هادي، راه عرفتيني حلوه كتشد ليا العين. هانتي اختي هادي فنه زيد، هادي غزاله، هادي حتى هادي زوين صافي، هادي جات فنه عجبتني كثر صافي. عطيني الميل ديالك وانا نصيفطهم. واش دابا كتضحك عليا تاش من ايميل زاك ووقض معايا واه، غادي تمشي تخرج لي تصاوري عز عليا نشدهم بين يدي. شوف هادو كاملين غتخرجهم، وهاد الكبيره هادي اللي وريت لك رجع رجع خلينا نشوفها. ها لا هادي 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 غتكبرها لي، غادي نديرها في البيرو الفوق في الصالون. يكون خاطرك اختي مريم، عطيني 15 دقيقه نمشي نخرجهم ونجيبهم لي. يلا وما تعطلش عليا، راه رحيلك ولا ثقيله زاك، طلق راسك اخويا. يلا راه باغي نسد الصالون. نعم اخويا. اختي بغيتي غير نقص من شعري. لا اخويا ما كنقطعوش الرجاله. الله يرحم باك اختي، غدا عندي واحد لوندروتيه مهم، انا يلاه جديد في كازا دابا، يلاه سكنت وقلبت على الصالونات بلي غير ديالك. خويا سمعتينيش اش قلت لك، هذا صالون ديال العيالات، بنت لك شي تصويره ديال شي راجل معلقه هنا. ولكن اختي انا راه جارك زعما، راه الدار مقابله مع الصالون. خويا ما كنقطعوش الرجاله، واخا تكون جاري اش غندير لك. اختي عافاك، ما بغيتيش تنقصي ليا من شعري، عطيني غير شامبو، راه قلبت في الحوانت كلشي ساهل. سبك احلم عاد لصق هاد خيبه. خويا انا غنعتبرو صدقه سير هاكا شابوا. يلا خويا سير في حالك، رانا مزروبه. الله يحفظك. اه بالصحه. يلا غير قبل ما نمشي بغيت نقول لك واحد الحاجه، انت واقيلا ما عرفهاش. نعم. راه انت اللي جيتي مع الكسوه. والله ايش حس براسو هذا الشيء. قولني اللي عنده الحق جات معايا تكشفني اختي، كنحمق كنحمق، قل اعوذ برب الفلق. الو حبيب ديالي. لا انا في الصالون واحد ربع ساعه ان شاء الله ونخرج. بغيتيني؟ اه ضروري. واخا حبيبه ديالي نجي نشوفك. واخا حسن كنبغيك كنحمق عليك. شنو بغا صاحبيبه موح موح يلا. يعني الهضره ما عندي ما ندير بالصداع. ها يقول لي هذا واللون ديال فمي طبيعي. لا لا يا لا 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 وحيد من الطريق حيد. واي واش شحال مابقاش يعرف يسوق. حبيبة توحشتك، ريحتك فنة. أوي حبيبة ديالي على السطريس في الطريق، ما نعاودش ليك، عرفتي بنادم غادي ويكلاكسوني غادي ويسب غادي ويغاوت عم خرجيني اليوم الجاي وجو شايب. أما واحد ستاسيون ما نعاودش ليك، ما كاين عافين ما والاك لوحدك الطونوبيل. أما اللي بغيتي تخرج لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. القسم 15 دقيقة قبل ما تعيط لي كان عندي زاكتي صور لي داك الفيديو اللي كنت قلت لك غنلحو في اليوتيوب. صوبت راسي من داك الشهر ربعت وليت كنبان بحال العروسة والله العظيم. حبيبة ديالي لا تفكر تعرسي أنا وياك، صورني كلكو فوطو ماشي تجبتو معايا ما فصك منين بغيت نمشي نعطيك وحده ديرها في بيتك. اما واحد خينا ما عرفتو ملي خرج ليا منج حقه ما حقه قطع ليا شعري. صافي قولهم دي هضره صالون ديال العيالات. قال لك نونو كحال عنو قطع ليا شعري ما فاكني معاه قرعه ديال الشامبوان. هضرت بزاف حبيبي وانت اللي معيط ليا بغيت تهضر معايا. تحشتك يا العالم يا عمر حبيبي. يقول حبيبي مريم. واو شحال زوين هاد مريم اللي كتعيط لي عمي، عرفتي كنحمق عليك ملي كتقول مريم. شدنا عليك تعقني مصطي مريم. انا ما بقيتش قادر نستمر معاك، ما بقيتش قادر نكمل معاك، ما يمكنش نبقى انا كنكذب على راسي وكنكذب عليك وغادي معاك هكا. انا غنمشي في حالي. كتضحك معايا ياك؟ ما كنضحكش، ما بقيتش قادر نعيش معاك.
الحسن مع الشيطان ديالي بالمل ولا ما تدويش في هذا الشيء صافي. شوف شوف واقيلا انت مستريسي وبلي وبلي ما تهضروش في هذا الشيء حتى من بعد. ما كاين لا ستريس لا والو، انا مابقيتش قادر نعيش معاك. علاش حبيبي شنو درت لك؟ علاش الا درت لك شي حاجه حبيبي ديري اسمح لي، راه راسك نبوس راسك نبوس واسمح لي. مريم انا مخلوق مابقيتش قادر نزيد نعيش معاك. واش انت تضربتي معايا 5 سنين عاد كتقول عليا ويلي وحدي؟ تفرشت معاك الدار تبقيت كنتسناك انت تخدم تبقيت مندمجو فيه وانا عطاك وتنقول حبيبي هذاك راجلي والخريه تقول لي غنتفارق انا وياك. ما غنتفارقوش اقسم بالله العلي العظيم انت معاك اللي غنولد ولاد وانا تنقولها لك واحد الهضره دي حيدها من دماغك. انا تنقول لك قسما بالله العلي العظيم ما تفرقني معاك على الموت، ما كيهمونيش الناس ما تدخلنيش فيهم، اللي بغى يسمع يسمع. على ود الطريقة التعامل ديالك والطريقة الكلام أنا غنمشي في حالتي. اسمح لي. مري مري حسن ياك هكا نسالي انا وياك ياك حسن والله لا بقات فيك الا ما خليتها في قلبك تحرك ما تسمىش مريم الا ما خليتها في قلبك تحرك ما تسمىش مريم هكا تساليها معايا واخا وليد حسن واخا يا ربي تسمح لي يا ربي ولا لا هكا غنتقصح وغنحس بالموت سيدي ما خصنيش نحس بها أشهد أن سيدنا محمد رسول يا ربي تسمح لي يا ربي تخليها في قلبك تحرق حسن لا علي 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 بزاف غتسمع بوت وغنحس بيها الله دوخة 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 دخت 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 يا ربي مش كديري الحمقى Thank you.
اختي كتسمعيني؟ فيقي يا اختي كتسمعيني؟ اش كاين شي واحد كيدير فراسو هاد الحاله؟ ها علاش اختي مريم؟ شي واحد كيدير فراسو هاد الحاله؟ مريم لا شريف راه غير سخفات، انا جيت غير نعاونها. اي بطلع تقول روح اشري البوليس البوليس عيط البوليس عيط البوليس نو دار قلت لك تعيط البوليس اختي اختي اجي انت لهنا. انا شريف والله ما ديتش صافي صافي نبقى عندك ما تشرح ليا. عندك الزهر السيده فقط واكدت لينا الكلام اللي قلتي سينو كنت غادي تمشي فيها. مو مزيان دابا غنمشي. ها يمكن لك تمشي. شكون جيت شحال في الساعه؟ هذه 10. واش ترجعني للدار واخا؟ تعطلش عليا. لا ما غنتعطلش عليك. شنو نقول لك؟ طون سي في تري انتريسون. ولكن راك جيتي دو زون غوتار في هذه الحاله هذه وسو بريس بوك راه سي با سيريو. عارف راه عاودت لك شنو عندي ما دير خير ميطرا باس امسيو علي. ولكن حتى راه البيت ديال لابيب راه لا بونكتواليتي تري امبورتون عندنا. والله تعارف ماشي هادشي اللي جاي لابس انا دليل على انه تكون الشتاء الرعد اللي بغى يكون نجي. والله الا من الكوميساريه لهنا. شنو نقول لك؟ انا تصبح شفت ما جيتيش. كان عندي سي في تري انتريسون تا هو اون سيني افيك لوي بور لو بوز ديال ديغوت ارتستيك ولكن الفرصه ديال حياتي مسيو عليها هذا ما غاديش نضيعها علاش تي اونكور جون تو لافينير دوفون توا بوز ديال ديغوت ارتستيك اوبلي ولكن عندي سون اسيستون من غدا في الصباح تبدا مخي مسيو علي انا الكومبيتونس عندي ديال الشيف ديبارتومون ماشي ديال اسيستون سي تو سكو جو بو بروبوزي سي ابروندو ا ليسي اودي علاش مال الاسيستون حتى هي مزيانه فوالا شكرا مسيو علي توفيق وصافي يلا ودي الله يعاونك مسيو علي واحد الطلب اللي كان ممكن بغيت واحد الافونس الفريان نخلص الطاكسي غير معقول لا سلام اش كاين انا اللي كنت جيت عندك للصالون كنت خديت من عندك شامبوان ورجعت باش ناخذ واحد اخر وبان لي الصالون سيمانه هو ساد وشغلك اخويا صالوني هذاك نسدو سيمانه نسدو شهر امر كيخصني انا ما عرفتينيش انا جارك اللي ساكن انت اخويا ما نعرفك انا ما بغيتش اصلا اساسا ما بغيتش انا نعرفك انا جارك اللي ساكن قدامك باش طليت عليك داك النهار كنتي دايره الدريا هو والله العلي ما يحشم اخويا انت مالك كتدخل في الشبوكات اللي ما كتعنيكش بغيت انا نفهم انت مالك واش سوقك انا خويا جدك تعتقني ولكن كنتي غتموت يا اختي واش شغلك اخويا انا بغيت نموت انا طلعت لي الدنيا هنا في راسي بغيت نموت انت اشلك هذه شكرا ديالك انا شديت في كوميساريه خرجت على خدمتي ملي جيت اعتقتك ودابا كدوري فيا انت خويا انا علاش غادي نقول لك شكرا راك انت اللي خرجتي عليا انت مالك كتدخل في الحوايج اللي ما كتعنيكش شوف حتى الباب ديال داري هرستيه شنو خويا دابا ندير انا يا خاميه ونقول لي ملي بغى يجي مرحبا بيه بغيت نعرف واش انت مسطيه كنتي غتموتي كنقول لك وكتفكري في الباب اسمع كنقول لك واحد الكلمه ودخل دماغك مزيان الباب ديال الدار انت اللي غتصوبو والسقسه غتخلصها من جيبك على حسابك من فلوسك واخا غير بشويه عليك غتسخفي وانت ما تعصبنيش ما تعصبنيش ما تقولي خذ
وا 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 بلاصه ما تدويج معي دارك اختي تجلسي الدنيا بحال هكا مسكينه مسكينه ما عندهاش الدراري اش غدير باش نشوفوا هاد الباب كوني نعسي مزيان شاد الحالة درتي لي في داري ما محتاجش تشكرني نهائيا هادشي درتو افيك كرون بليزير واش طبق حلادي واش انت بغيت تعصبني جاوبني على قد السؤال شكون يا خويا قال لك خمل لي داري او مالك عصبية غيكونوا قالوا لك ما فيهاش شكون قال لك انا عصبية انا ما عصبياش انا ما عصبياش وانا ما كنغوتش اخويا ما عصبياش ياك لا وكولي شنيا كولي داكشي اللي بقى ليا انا ناكل ماكله زوافريه دوكي وردي عليا ما عندك ما تخسري ابدا ما تحلمش وداك النهار انني انا في يوم من الايام ناكل ماكلتك انت ايوا داكشي اللي بقى صافي ماكله هي محلوله واش داك خويا كتحسب ليا في الضغامي من نقص من الطاجين ديالك هزو سير في حالاتك ياك تا سيريتي معاه عاد نهزو وبنقص بصحتك لالا الا ما قدكش هاد الطاجين نوض نوجد لك واحد اخر انا سوارت صوتي الباب هو قولي ليا عايشه بوحدك هنا لا ساكنه وانا ربعه الناس اش مالك ساكنه بوحدي راه باينه والديك والدي ماتوا ملي كان في عمري 8 سنين ورباني عمي ملي كبرت عطاني الورد ديالي شريت بها الدويره هادي وكريت الصالون اللي لتحت وانا اللي عمرته اسمحي لي فكرتك في والديك لا ما فكرتينيش اصلا انا عمري ما نسيت ما كاينش واحد كينسى والديه لا ايوا انت قلتيها ما عليناش الطاجين كيبغي شي حاجه حلوه عندك في الثلاجه شي حاجه حلوه السلام عليكم السلام شد لافعل هذا ديال البلو العفاف انا بغيت نفهم انا كيفاش دابا مصرت تعرف تموت على شي حاجه حلوه ودابا كتاكل ببوش انت زعما بدلت رايي بغيت ناكل ببوش شكرا سيدي شكرا بحال الله العلي العظيم هما الرجاله راه هكا دايرين كتكونوا غاديين في واحد الطريق صحه سلام تا كتقلبوا ستة سعود ما فهمتش انا الحاجه كتكونوا كتموتوا عليها تا كتشدوها بين يديكم دغيا كتعدفوها كتجيوني شويه بسيكوبات لا ما فهمتش انا فين عندك دابا انت المشكل انا بغيت ناخذ بوش ولا ملوخيه مريم مالك ماليش مالك شنو بغيتي علاش كتسعي هاد السهيات اللي كديرها راه قدر يجيك الاكتئاب والله خوي عليا قلبك انا عاود ليا شنو كاين نقدر نعاونك انا مابقيت كنشكي على حد النهار كتوصل ليا العظم كتوصل ليا لهنا كنجي نخوي على البحر تقاود معاه كنخوي قلبي ويمشي في حالتي مرتاح نشكي على حد نشكي على حد عمي
واحد دقيقه انا راجع على الموتور حداك. صافي خذ راحتك اجي معايا. فين غنمشي؟ اجي غنمشي رميطه. الضحكة ديالك زوينة، علاش ما كتضحكيش ديما؟ علاش؟ على حسب الجو. رضا بغيت نقول لك واحد الحاجة، أول حاجة بغيت نقول لك شكرا، شكرا لأنك عتقتيني وما خليتينيش ندير معصية مع سيدي ربي الله يسمح لي، وتاني حاجة أنك عاودتيني باش نخوي شي حاجة كانت ضراني في قلبي. بخير دابا خويتي. بصراحة ماشي كلشي. شوف كاينة غير انا وياك. الحمد لله ضحكتيني. حسيت بحال كليت شي حاجه فوق طاقتي وبقات واقفه ليا هنا، خصني شي حاجه باش نهضمها. دابا مزيان تبقى واحد طيبه. ما تقولش ليا لا لا تربي يا طبيره في الموتور. يلا اختي خويا رضا تصبح على خير. شكرا بزاف. صافي غير سير. صافي سير انت تمشي وانا نمشي ندير الموتور الكراج. واخا يلا تصبح على خير. شكرا شكرا.
نو عباد الله عباد الله وما يمكنش عباد الله شعلا صباح كي داير يا ربي السلامة تا شريف سي مام جي جي لا جي تا شهد الحالة الله الله شكون يدير لك هادشي شكون دير لي هادشي وانت اللي فيك كنتي كنت فايق لي الكابر ولا فايق كنتي ناعس قالك فايق فايق راه الطوموبيلات كلهم مزيانين ومالا الطوموبيلات كلهم مصاينين الا الطوموبيله ديالي واش شكون يدير لك راه شي حسيفه هادي دايره عليك سير الله يعاوننا عاود سير حسيفه حسيفه هي اللي صبحت فيها هي انا دابا مريمو عرفتي احسن حاجه درتي في حياتك هي رجعتي حليتي الصالون شتي انا كنت واخا نبقى مشوميه حدا المهم في الدار ما مشيتش نخدم مع شي وحده اخرى ابدا ولفتك وابا زي اختي الله يعطينا وجهك تشكون بسخط الوالدين اللي غترضى تخدمك اصلا على خدمتك الزينه كنطاك معايا بحال اختي حما يبقى وابا زي اختي كتاكلي وتنكري ماشي انا لا بروفيسيونيل عندك هنايا في ليميش كنخدم الكليات اوت ستاندينغ وابا سديها في خدمتك وسكتي شحال ولات فقد ديال الهضره كما قلت لي حق قالك كنتي تسد الصالون كما اللي كثرت فيك الهضره وليتي كتدخلي في شبقات اللي ما كتعنيكش كان عندي شي ما نقضي قضيتي يا زيدي معايا هادي يا في خدمتك شويه سيري سيري جاوبي التليفون يلاه اختي سمحي لي واشتي ولا ودخلوا معاك الخدامه في جنابك دابا كون كان شي وحده بروفيسيونيل كره تلقاي خدامه تدق وسكت كاع ما كتهضر لكن هي دو طرطاره مريم مريم خمسه خمسه ديال الكليانات اللي غادي يجوا عندنا غدا ان شاء الله قالك جوج غادي يصايبوا لي ميش وحده غادي تصايب الفابور لوجهها حيت فيها شي حبوب الله يستر ما شكات وشي وحده غادي تصبغ ضفيره حتى وانا اللي غادي اجي فين البرودوي باش غنصايب لهم انا غدا تلقى الوقت وغادي نمشي نجيبو بصحتك حبيبه ديالي دير في خدمتك انت يا رب طرات فيك الهضره خسي عم خيال الله صحتك سلامه الهام انا غدا نخرج نتقدى البرودويات غدا الصباح نبول القهوه انا كنقول لك ما تعطليش اه سيري تما من الطوموبيلات ما كتحسوش بينا حنا اللي كنبقاو نتشعطوا فيهم ياك اختي واخا اختي مريم مريم تليفون كارتي سيتي دير لي بالك تغنى الساعه مهم شوف شوف شكون جاي شكون عمر الشريف شتي كنا خدمتي معنا هاد خينا اللي كيطلبط لينا هنا حدا المحل يبقى يقطع الدريات على القسط سيري في حالتك غير خدمتك كثرت فيك الهضره عندي واحد الزهر كنت عطلت شويه حتى نلقاك مشيتي ايوا ياك لاباس اخبار الخير انا خرجت من الخدمه شويه بكري وما كنعرف حتى واحد انا راك عارف انا بوحدي هنا في كازا وقلت نجي عندك نضربوا شي دويره نضرب دويره في كازا ساهل اخي حبيبي شي ربتي طاكسي ضربك في دويره كازا كامله تعلمك انا ما عنديش الوقت عندي شي ما نقدر نمشي نتقدى السلعه المحل ماشي معاك يلا نسيت ما حبس بلاتي بلاتي شوية خويا شكرا مرحبا ياك شتاك خرجتي باش تقداي للصالون وليتي كتاخدي السبرديلات والصباب كنموت على الصباب وطوسي كان في الملك وطالع لي الدم كنديبري ما كنخرج نتقد صحتك يا رنتي صح كسوا واحد والله ما تاخذيش غير ندخلوا على الشوب اسمح انت كتقدي ما عييتيش انا راه عييت اش من تقديه دابا شو الشريط حسبتي متى تتقدي يا حيت مع الزوال وداك الشيء علاش انا راه فيا الجوع اختي صافي صافي غير حنا شويه وغادي نتغداو بالله شنو ناكلو نمشي غنشوف على هذا المحل في الطريق ونزيدو نتغداو الله يعطيك الصحه صافي اه يا سيدي
عييت. شنو غتاكلي؟ شد لي الشهية ولكن أي حاجة خديتي أنا خدها. يلا سير أسيدي. بيتزا مزيانة؟ مزيانة. وني فا بيبي؟ يلا شربي. أي حاجة اعتريضة دير الكوموند ثاني جاية نمشي نجيب شي حاجة من الطنوبيل. كوموندي ديك الحلاقة بنت وياها. واخا بليتي واخا الحسن دابا نوريك. بيتزا ونادا وجو دورانج سي بون خويا. شكرا خويا في بليزير. عليكم السلام. عفا خويا واحد الطوموبيله بيضاء دخلت معها هذا الكراج هذا واقيلا كاينه هنا ولا ساكنه هنا. ديالتم شكون انت اللي كتسول على الطوموبيل ديال السنان؟ ومالك انت خويا شغلك اللي كتسولني؟ وايلي انا غارديان هنايا. ايوا متشرفين سيدي. قابل الطوموبيل انا هابطه غادي خلصين باغي نمشي بحالاتي. صافي خويا سير وخلاتهم. وايلي tu as de la chance que tu n'y aies là après. Parce que normalement c'est pas rendez-vous les grands sont prêts mais qu'ils ne passent. شكرا دكتورة بارك الله فيك. قولي لي شنو البروبليم اللي عندك؟ المشكل اللي عندي دكتورة اني سناني كيضروني بالليل ما عرفت واش الصف الفوقاني ولا الصف التحتاني. المهم ما كيخليونيش نرقد. واخا انا نشوف لك. حلي واخا اللي مزيان باش نشوف. واش الفوق ولا التحت؟ درست العقل. هنا ما كتحسيش بالصداع. حقيقة سنينات كلهم نقيين. ما عرفتش هاد لي دولوغ منين كيجيو. ما عرفتش من كيجيني الصداع. وقيلا قلت انا وقيلا كاع الحمد سنان. دكتوره راه كيقولوا ما مزيانش تحيدي الختم ديال الزواج وانت باقا عروسه. راه واعره الخيب كيقولوا انا جداوتنا والله اعلم معرسه بعدا. انا ما كنامنش بداك الشيء ولكن مخطوبه والعرس بور بيانتو ان شاء الله. الا احتاجتينا دكتوره مرحبا بك على راس العين. انا كندير كوفوره وكندير تنكافس وكندير لوكاليزاسيون ديال العراسات. الا احتاجتيني الف مرحبا شرفيني. دونك سين بون شوز. والله العظيم لقيتيني انا كنقلب شحال هذه على شي وحده اللي تعاوني في العرس. مرحبا دكتوره على الراس والعين شرف كبير ليا ما تعرفيش قداش. بارك الله فيك. لا يخطيك يا دكتوره. ودابا بلاتي نخدم ليك حلي. حسن في الحقيقه غادي يفرح. ياك ما قصتك باردون واقيلا قصتك حيت تحركتي. ولكن شوفي غادي نعطيك دونتيفريس اللي تغسلي به هاد الايام. وإلا ما وليتيش لاباس رجعي عندي هاد لا سيمين. واخا دكتوره واخا شكرا بزاف. بارك الله فيك. لا لا يخطيك. افيك كون بليزير. شكرا بزاف. هيا دكتور كارت فيزيت ديالي عيطي لي وقت ما بغيتي وانا على الراس والعين. جو باسري دوما. مرحبا الله يا ودي على الراس والعين. مرحبا بك في اي وقت. لا يخطيك. دونك نعيط لك غدا ان شاء الله. دكتوره شكرا بزاف. نهارك مبروك. شكرا. الاطار تزوجتو مره كانت ليكم تزوجنا تحنا. وي هي هي جي من ورا تعاودي ما طرختي. هادي تعادي نزيد على سنتك. لالا بلوكيتيني ومشيتي. كيفاش بلوكيت باخويا؟ ها 5 دقائق على الطبيب وهو هادي راه ساعتين وانا تنتسناك. ودابا مالك كتغوت عليا الزنقه ديال باك؟ لا الزنقه ديالك انت. واه باز. شكون اللي عطاك هاد البيرمي هذا؟ سير هذا اللي عطاك البيرمي راه خاصو يتحاكم.
لا حول ولا قوه. شوف راه دايزه دايزه تقلب على دايزه دايزه سيب 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 قلب لك في منطلق. والله الا مريضه مع راسها حتى اللي مريض. والله الا مريضه قابلني انا غتصور مني نبك. الا مريم الا عتقتيني ما كنتش عارفه شنو غادي ندير في العرس. وحسن مزروب به شي شويه كما عرفتي انا كنت عايشه في فرنسا حياتي كامله ما عارفاش في لي تراديسيون المغرب في العراسات كيفاش كيدوز. حبيبه ديالي شوفي حسبيني اختك اللي عندك في المغرب ما تهزي الهم حتى شي حاجه ويلي وحدي والله الا حشومه عليك. سيدي حسن راه مرضي الوالدين راقاه بربي بالدجاج بكمونه. ولا الدجاج بكمونه علاش اختي ما تقوليش شي ضلعاني تمسرحه هكا في الفران ضلعه حدا ضلعه حدا ضلعه هكا اللوز مهرمش والبرقوق اللي دام. لا لا في الحقيقه انا ماشي غير ما ندوش مع هادشي وما كيهموش الصراحه حنايا اونسين بوك ولكن خايفه من حاجه وحده هي صافامي خفتهم لي يضحكوا عليا ولا ما نعجبهمش. ملي الضحك راه فيهم اويلي عرفتي كلامك كيقتلني بالضحك ويلي على ما يعجبهمش الحال ولا يضحكوا عليك. شوفي الا كان على عائله سيدي حسن انا نطبع لك عليهم ان شاء الله غادي يهزوك فوق العماريه قبل الوقت ان شاء الله. العرس ديالك انا اللي غادي نقومو لك صافي. دابا واحد دوزهم اللي وليت كنشد هادشي ديال العراسه ترى ما نعاودش راه نفاد علينا نفاد علينا فين شي نفاد علينا لا هي كانت باغا تقول لك هذه 5 سنين وحنا كنديروا هادشي ديال العراسه ترى عندنا تما الشباكي والتكاش تقول شي عندنا في الديبو. تبارك الله تبارك الله وصل عندك التليفون كذا. الو انا عندك السيده اللي قلت لك كدير لوكانيزاسيون دي مارياج ماشي دابا وا داكور اون ليس بور توت ا لور سي تو فو سا مارش ان شاء الله مربه. بيزو بيبي ا توت باي باي. شي رونديفو غرامي هذا الحبان ياك سيدي حسن ناري اختي عليه صراحه ماشي شي رونديفو غير كافي فروج نوار. ويلي وهاد كافي هادي غادي تشوفي فيها الحبيب ديالك جاتك انت ساهله ولا راه كنحس بك واحد الهبيله ويلي راه خصك تمشي على سين كيت 10 هكا تشعلي الشعله تعيطيها لي ليا عين غتمشي ليها هكا صفراء راه قلت لك مرضيه الوالدين اللي جالس حداك راه احسن وحده كدير الماكياج هنا في الدريبه ويلي كتخرجي مع الزنقه في انا ويلي انا راه شاده الدبلوم فهادشي ديال الماكياج وكندير حتى داك الزواق من الفوق والبرندق والزقه اللي كتولي فينا شي الخوينزه عندي عرفتي راه كتقتلني غير بالتواضع. والله ما ساليني حلوف ما كنخليها تحط يدي هذوك الغزالين الا في الناس العزازين على قلبي. شوفي انت تبارك الله وصل عندي بحروف كبار الا جات هي تابويي لك الماكياج غادي تبان. اش نقول لك راه كتطي صافي دابا غادي تزيدي لها عكير فهمتيني دير لها شي عكير اللي يبين ليها وجهها. والله ما تخرجي هكا ويلي على هبيله واش ترخيصه علينا اختي. ما يعجبش حسن اه ويلي راه غيعجبو غير حماق عليه. سيري سيري انا اللي كنعرف الرجال اش كيبغيو الله يقطع عليهم الجدر. الو عبد الحق خويا اش اخبارك لاباس عليك صحيحه لاباس. غادي نصيفط لك واحد الميساج في الواتساب مع واحد التصويره قرا ورد عليا الخبار واحد السيده عندي بها الغراض. وخليك معايا على القرص. بسلامة خويا بسلامة يلا بسلامة. شوفي فيا تبارك الله وصل عندي قالك غزالة واش تي دابا هذا عكر بين لك شنايفك واش صاحبك راه عكر دابا راه هو اللي كيبين الشنايف كيأتيري فهمتيني. غزالة جيتي كتحمقي انا كنقول لك بصح صافي جيت زوينة وجيتي فنة وما تقوليش ليا اللون اللون ديما معمرك هربنتي من الوان المفتوحين ديما ديري المغلوق شوف بانو فمك بان فمك مقرب شي شوية فهمتيني حيت انتيا يلا نوضي نوضي باش ما تعطيش رجال ما كيبغوش العيالة تتعطلوا. شكرا البنات بزاف الدنيا هانية خواتاتك هنا حبيبتي ويلي خواتاتك حبيبتي لا لا يخطينا على بعضياتنا جات ف وهاد النوبة بقيت مزيانة راه نفهمك. الله 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 الكليان الحلوين الزوينين هنا مرحبا. انا عاود ثاني جبت لك شي حاجه غزاله بحال اللي كدي عندي. لا اسمح لي الله يخليك اسمح لي هذا كدي عندي هذا شوف شو هاد الرويحه هادي شوف الله يهديك صاحبي او سافا با نو
سي كوا سا مسحي شنو هاد الطريقه كتهضر معايا بيها اش من طريقه مسحي الماكياج اللي دايره يا تفرقوا يا تفرقوا يا تفرقوا يا نسيتي شنو هاد البارفان داير شنو البارفان سي مون بارفان نورمال سي ان بارفان دو فام ما عندك انت شمن بارفان دو فام الله يهديك انا كنت في الخدمه ديالي صحابي علاش سيدي وليتي خدام في بارفيمري مسطي دابا عاد داز من هنا ان فوندور دو بارفان داز بان لي فيا البلان دخل لها عندي قال لي تشري من عندي الريحه مالفش تشري من عندي الريحه واحد الوقيته غفلني خوى عليا قرعه ديال الريحه سي تو سي سا ليستواغ ان فوندور دو بارفان حنان الله يهديك واش دابا حنا قربنا نتجوج وانت مازال اللي كدوي ليا فهادشي بحال ولينا دابا دراري صغار حنا ولا يا شحال مطفاش ايوا علاش كتعيب لي في المكياج سي با كنعيبك في المكياج ديالك سي شتي رومارك بارابور لو روج ا ليفغ ديالك اللي دايره تو لاكسون تو ان بو مي فينالمون كرو موا والله الا سا تو فا بيان او جيم بيان سا فا سي نو نو سا ايتي تا جورني سا فا علاش شدتي الفيتال شدتي الفيتال كيعرف انا عندي شويه ديال الستريس وصافي تعرف بلي انا كنضايق حتى انت ما تبقاش تقلقني سي لا ديرنيير فوا تبغي شحال لا لا والله ما فيا توحشت انت كي جيتك غيزت لك شغل ولا ما غيزتوش غتبعد مني ولا حق سيدي ربي تاني اللي غنغيز لك خطيتي ملي جيتي عندي جوج ديال الكلمات بغيتك تدخلهم من دماغك مزيان شتك كثرتي عليا من خطابيطي وداق داق 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 ما عرفتش بانني عايشه بوحدي بانني زوفريه شنو كتقلب لي على الفضيحه مع الجيران قولها السلام بعدا مالك تا في تا ما عمري شفتك لابسه جلابه غادا شي بلاصه تا وليتي كتدخل في شبوقات اللي ما كتعنيكش ياك دابا انا وليت كندخل في شبوقات كاع ما كيعنيوني ملي خليتيني في الريستو ما قلتيش نعيط لذاك السيد نقول له اسمح لي ولا راه مقلق ولا ما مقلقش ولا ما سوقكش انت ياك اخويا هادشي اللي مقلقك وشادو في قلبك سيمانه اوسيدي اسمح لي صافي بقيتي على خاطرك بردتي وسير بحالاتك هاد الانانيه انت واعره الناس الاخرين ما كيهموك شوف نقول لك واحد الحاجه وعقلي عليها مزيان كيجي واحد النهار تلقى راسك بوحدك ياك اخويا شكرا انا انانيه وبغيت نبقى بوحدي وعاجبني الحال وانت مالك سير بحالاتك هو غادي يلا باخ ايوا سير اش كتسنى جيبك الدقيقيه وي مريم صافا ما شيغي الحمد لله يسول فيك الخير صافا الحمد لله تو سي اختي كنت غادي نسال انيفرسير ديال حسن لو 25 لا 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 انا زعما جي بونسي جوست ان بيتي كادو زعما نفي ان ريستو اه ويلي على الريستو واش انت هبلتي الفرصه كتجي حتى لعندك وكتضيعيها من بين يديك شوفي هذه هي الفجيوه هذه فين تبيني ليه بانك حادقه وطيبي لي شي حاجه مشهيوه من يديك صح ولكن انا ما كنعرف نطيب ما كتعرفيش طيبي ايوا عرفتي شي هاد القضيه هذه ضربيها حبيبه ديالي على حسابي وما تهزيش الهم حد لي حيه ما عمرك تخميت شي حاجه شوفي غادي تعيط لسيدي حسن ياك ايه وغادي تقولي لي شوف حبيبه نتلاقاو انا وياك في الدار عندك ولكن ما تبينيش لي بانك دايره ليه انتيا شي سوربريز اه فوالا كوني عاديه وداك الشيء الاخر حبيبه ديالي كله ضربيه على حسابي بصح نعول عليك كنواعدك الحبيبه ديالي انتي وسيدي حسن غدوزو اسعد عيد ميلاد في حياتكم على اختك عليا مريم ميرسي حبيبه يلا on se rappelle tout à l'heure. Bye bye. اسمح لي. Ça va pas, non? عباد الله ما يمكنش عاوتاني
درتي وتلهم طاتي هادشي كله با حسن ما غتخليه لا تمتع فيه بوحدها والله لا كانت لك ولا ليها يا رب الله نونوسي شريتو بالعشق العاشوره والله لا كانت ليها واخا با حسن دابا نوريك لا انت ولا هي معك صاحبي انا راك كبرت هنا وانت مازال كتعوج في يدك رويضه وحده مازال ما بدلتيهاش صاحبي واجي دير خدمتي اسمح لي اكمل خدمتك اخويا اسمح لي اسمح لي شوف اخويا لو بغيتي شي حاجه نتقونا حنا كنديروها بغيتي شي حاجه اخرى سير عيط على شي حد اخر دير بحال عمرني دويت معاك كمل خدمتك الله يرحم والديك ايوا ما تدويش معايا دوكي تنتي من داكشي اللي كنحس بيه الو خويا عم درقتي الغراض واخا شكرا شوف بقى في بلاصتك تسناني نكمل لك خلاصك وما شتيني ما شتك يلا بسلامه اش اخبارك لبس عليك شنو باغا اختي شنو مالك تقولي هاد الهضره توحشتك كيفاش توحشتيني البارح جريتي عليا ودابا كتضحكي بحال هانيه وصافي ما يكونش قلبك قاصح ما يكونش قلبك كحل يلا انا عرض عليك اي رستوره اختاريتيها نتعشاو فيها انا وياك بغيت نعرف انا واحد الحاجه وصحابك انا هبيل تجي تدوي معايا وقت ما بغيتي انت وي اللي وصافي لسه البارح حنا دابا في اليوم حيت غنديك تاكل ببوش عارفك لا ما غنتعشى ما غناكل ببوش وتا انا ما غندوي معاك تيقولها لي راسي ياك كان
نقول لك سمعت معك بنت في الدار. اقسم لك بالله حنان سيتي با مو ماشي انا والله القسم. بارتي انا ما عرفتش شنو وقع. كيف ما قلت لك نزلت لقيت الطوموبيل الرويد ديالها مفشوشين قلبت على البورطابل لقيته مشفور. هذا بورطابلي انا يلا شريته فوالا لا بروف. دونك دابا انا اللي كنكذب ياك. عيطت لك في التليفون ما كتجاوبش. بغيت نحل بالساروس باب الدار سقطت بصدى من الداخل. دونك شي واحد كاين في الدار. ما عرفتش شنو غنقول لك حنان باش تيقيني. ما عرفتش ملي باش انت شكون غادي يكون من غيرك. بتات خدريس ولا عبد الله دو صحابي كنت درت الدوبل ديال الكلي وعطيتهم ليهم. بتات عبد الله انا شك في عبد الله يقدر يكون جا سا سي دو ما فوت. ما بدلتش اللوبه ديال الباب اون بليس دو سا صوت اللي قلتي ليا. انت عارفه بلي انا دي فوا تنخلي التلفزيون شاعل في الدار وكنخرج. انا ما بقيتش فاهم شنو غنقول لك والله القسم ما بقيت فاهم والو في هادشي. اللي انت ما فاهم والو انا شكون غادي يفهمني. ما بقيتش باغي نضيع معاك وقتي. حالا سي دو بلي انا مزوق فيك الله يرحم باك. ما يكونش قلبك قاصح عليا حتى لهالدرجه. عجبك الحال دابا عباد الله تتبركك فينا وانا خدام كنرغب فيك هكا. ما استاهلش. بالعكس تستاهلي كل خير. تستاهلي نوقف ونديكلاري دوفون طول موند كو انا ما نقدرش نتخلى عليك وما نقدرش نعيش بلا بيك. اي جو لو في جو لو بروف دابا. قلت برك نمشوها قدام الناس. ما يمكنش نعيش بلا بيك يا حنان. ديري هادي في راسك. خفت نتيقك وتكون كتسفل عليا في الاخر حسن. خصك تثقي بيا حنان. نرمى يمكنش نتخيل شي مرة في حياتي من غيرك انت. وراه ما عمرك ما غادي تلقاي شي راجل يبغيك كيف كان بغيك انا في الدنيا هادي. جامي. حبيبتي شخبارك؟ لاباس عليك كلشي بخير؟ صافا بصح دريتور لاش بغيتي دريتور؟ إلا عرس ياك إوا نهار كبير هذا أحسن ما سمعنا. واخا واخا حبيبتي مزيان صافي واخا هي اللي بغيتي صافي. يلا حبيبتي بسلامة. يلا ما نطولش عليك. بسلامة بسلامة. ويلي على رجعت لي وكتوجد العرس واش خيتي هادي معده نفسي حتى لاصقه بحال اللي علقه. فين تخططني؟ زيدي على شويه عاود انتي واش مصلطك عليا شي واحد؟ تا هو ديال داك النهار تا واش فين ما تلفت لقيت في جنابي ولا باه؟ واه زيدي وانتي نام دائما تتبلوكي عباد الله سير 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 من بلوكياك طيب الطوموبيله راه دايزه راه فيك هذاك اللي عطاك الدير مي خاصو يتحل. سير الا خاصك على من تعصر عصر على نص نص قهوه. مصيبك احلى بعاد خينا هذا مصيبك احلى هذا وقيلا محرشينو عليا. عرفتي يا مريم يا اختي هادشي كامل زوين حرت بقيت عارفه اين كولوغ نختار واخا زعما انا كنت باغا شي حاجه فيها لي كولوغ. ولي على الالوان واش تصطيتي منا دايره الليله راه عرس هذا. سمعيني انا نقول لك انا بالي خليك في الخضر مع الضوغي هكا مخزاني من خوي كلاصه صاحبتي اللي شافو غيعمر لي العين. بقى لي غير لي زاكسيسوار. اختاري واش هادو المربعين ولا هادو المدورين انا عجبوني هادو اللي فيهم الحشر. انتي اختاري فيهم. هادي بنت لي زوينه ماكرهتش كون نديروهم للبنات ندير لهم فيهم الحنه ولا الورد ونعطيهم ليهم دي سوفنير. واش تهبلتي ولا مالك؟ عرفتي هادي شحال خاصنا منها؟ هادي الا فاتت 5-6-7 ماكسيموم غتولي بساله. ما نزربوش نمشيو نشوفو ما عرفتي نلقاو شي حاجه ما حسن. انت حبيبه عرفتي لادريس اكزاكت فيت صافا؟ اهلا اهلا سيدي حسن عاش من شافك سبحان الله الدنيا صغيره. مريم شنو كديري هنا؟ كتعرفوا بعضياتكم؟ الله يا ودي حنان اختي عز المعرفه. ومنين؟ قولي قولي سيدي حسن مي كنعرفك وتعرفني قولي. مريم كنعرفها كان عندها واحد صالون سي سا. تبارك الله عليك والله الا باقي عاقل. داك عندك حتى صالون ديال الرجال؟ لا هذا اللي دابا عندي ديال العيالات شحال هذه كان ديال الرجال. بيني وبينك الرجال ما صدقوش وانا نقلبو ديال العيالات نشط مع راساتي العيالات فروجيات. دونك انت كنتي كليان عندها؟ الله يودي كليان ديال 5 سنين ما نعاودش ليك. الله يعمرها دار خيطي بيطي يوميا للصالون كلشي كان كعرف سدي حسن كيقصد داك الصالون. واحد النهار يا اختي ما بينا ما علينا بات من الصباح قلت انا واقيلا راه لقى شي صالون محسن باش بدلنا.
ما يمكنش سالون دو كوافير والبروفيسيوناليزم ديال مريم ما كاينش بحالو. الله يخطيك حبيبتي، هاد الكلام كيقولوا غير بنات الناس، اما الرجال لو سمحي لي على هاد الكلمه سمح لي ستي حسن، واخا انت راجل كلهم يا اختي كيتشابهوا، كلهم كيلمشاشي ياكلوا وينكروا. ونزيدك حاجه واحده اخرى، هي اللي شادنا لورغانيزاسيون دو مارياج ديالنا. سي با فري؟ وي 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 بوكو با، باسكو سي اون تري بون ايدي. لا اختك اصدي حسن، شوف قسما بالله العلي العظيم وانا حالفه بحلوفي تنكرمك، شي تعطل عليا مع راساتك في العماريه وتزعلل شي الاخر كله ضربوا على حسابي، غنتهلا فيكم خصوصا انت. الله يا ودي كليان. لا لا اختك عليا مريم، وهادشي اللي درتي معايا عمرني غادي ننساه والله العظيم. يخليك لي لي حبيبه. جيبي لي سيت ان رونديفو تري تري امبورطون. عافاك مريم جيبي لي مسكين عافاك. لا لا وتقولي ما تهزيش ليها، ما بغاش الطاكسي. حسن عافاك انت، شوف مع لافون دو سوري داكشي اللي اختارينا وقول لي شنو بان لك. داكوغ صافي يلا تو تالوغ، باي باي. لا ما سيدي حسن. شنو بغيتي؟ معايا كدوي؟ ما توالو خويا سبحان الله العظيم، انت اللي جاي تابعني، انت اللي شنو بغيتي؟ واش دابا كتفلاي عليا؟ راه ما باقيش مرة أخرى نشوفك مع حنان، سمعتي ولا لا؟ طب أنا ما تغوت عليا، أنا ديك حنان ديالك راه هي اللي لاصقة فيا، صحاب لك أنا اللي كنقلب عليا. مالك كتغوت؟ ولا بغيتي دابا نرجع عندها نعاود لها داكشي اللي كان بيناتنا، نقول لها خلونا في الله راه كنقاضي حاجة، ها؟ كان يخرج معايا ومعك طاقة وحدة؟ اش بان لك؟ دابا كتهدديني ولا؟ حسن كتعرفني انا ما كنهددش، انا ما واحد النوع ديال العيالات اللي كنخرج فاس، كاين كاين ما كاينش ما كاينش. لا واقيلا هذيك خمس سنين ديال العشره اللي ضربتي معايا كلها ضربتيها في الزيرو ونسيتيها، صافي دابا بقيتي دجاجه بكمونه، دونتيست بوراقها، بقيتي ديك كوافور ما بقاش صلاح ليا، ماشي مستوايا، ماشي قيمتي، راه غنفر فيها الله يعاون العونات. ياك انا وحنان غادي نزوجوا على سنه الله ورسوله، انت خصك تمشي تقلبي لك على شي راجل واحد اخر، خصك تنسيني من حياتك مريم. بالزعطه بالزعطه اللي غتزوج بها، تمالك عاد اللي غتزوج بها، انت شكون هاد خيتي هادي اللي غتاخذ؟ صحابك انا لاصقه راك باقي تقلب عليك، وصافي نسيتك خويتك من بالي حتى من قلبي، باي باي مطروده خي. الحمد لله سيد ربي حن عليا ولقيت سيد الرجاله، غادي دخل دماغك مزيان وقيلا انا اللي غنتزوج قبل منك. وراد ماك فوق ليلتك تواضع شي شويه، شتي وليتي باغا تطير. تاكسي عندي دارك غزاله وكبيره من الداخل، من برك تبان حقيره. شنو كديري اختي هنا؟ حتى انا اختي راه زوفري هنايا وساكن مع الجيره، وما بغاوش يبقى يقولوا هضره كيدخل ويخرج في الدريات. حرام عليك تقول لي هاد الهضره، دابا انا جايه عندك برجلي باش نطلب منك السماحه، انت قلبك كحل، انت بالناقص من سماحتك كاع ميا ديال الصح. اجي اجي. واش عارفه ما عمر شي بنت تعاملت معايا بحالك؟ وصافي ما يكونش قلبك كحل، انا جايه عندك باش نطلب منك السماحه. انا نقول لك واحد الكلمه، انا منين نبان لك معصبه ما تدويش معايا، انا ملي كنكون معصبه ما كنعرفش شنو كنقول. دابا واش غتسامحني ولا لا؟ ودوك البايز ديالك ما تبقايش ديرهم معايا، كيما كنتعامل معاك تعاملي معايا. انا كنواعدك نولي نتعامل معاك مزيان، خاصك غير تسامحني. اخر مره؟ اخر مره واحد. جلس جلس كمل خدمتك، ديرني بحال ما كايناش. شنو كنتي كدير؟ كنت خدام في واحد لافيش عندي هنا. ديالاش؟ ديال الاشهار. آه. انا انفوغرافيست. آه. تبارك الله عليك، يقول لي كديروا داكشي ديال لي زانفيتاسيون ديال العراسات وداكشي. لي زانفيتاسيون درتهم يلاه بديت دخلت لهاد الشيء. تقولهاش ليا، تبارك الله عليك، شوف سبحان الله ما حسيت الصداع، كنت انا وصاحبتي انتي بنتي كنحماق عليها وكتحماق عليا، بيانتو ان شاء الله الله يسهل عليها غادا دير العرس، وقالت لي تعرفي لي شي واحد كيدير لي زانفيتاسيون، بيني وبينك انا كنعرف حتى شي واحد، شو سبحان الله سيدي ربي كيبغيني يطيحك في طريقي. مرحبا. تبغي تصاوبهم ليوم؟ مرحبا، انا غير قولي لي لي بابي اللي بغاو ولي كولور والميساج اللي بغاو في الانفيتاسيون صايبوا لي. ومي انا رضا على هاد
داكشي كامل ما غنقول لهم انا ما غيقولوا لي حتى اللي نقول لهم داكشي اللي غتقول لهم وداكشي اللي غيقولوا لي غادي نقولوا لك حتى ما غنفهم انا والو. اللهم غدا انا غادي نجي نديك نمشي عندهم نتلاقاو هي وخطيبه ونقول لهم اللي يقولوا لك مزيان اللي تهضرت على الفلوس اش بان ليك. مشيو مشات كمل خدمتك ديرني بحال ما كيناش. عندك شي بيت كان سيدي حسن بارك لمس عليك. سلام رضا صافا عاد لقيتيني جايه وكنطلب سيدي رضا كنقولوا انا مزوقاتك ما ترداش ليا في وجهي حنان راه اختي وقفات عليا في العرس خصني نعاونها انت اللي غتصوب لها لي زانفيتاسيون قال لي كلمتك ما طيحش الله هلا خطك عليا ما شاري وتا هو رضا تبارك الله عليه باينه في اختي الله يحفظك اختي انا قولوا لي غير لي بابي ولي كولور اللي بغيتو تصايبوا في بلانفيتاسيون الميساج وانا نصايب لك في الحقيقه انا ما كرهتش يكون فيه مشي ديال البلو الحبيبه ديالي شتو كونسيب انا ديري البلو بعدي من البلو كاع واخا دخل علي اي لون غادي يجي شويه غامق الزرق لون الاخضر الصراحه انا كنت باغا ندير هاد لا كولور غير على ود مونشي غير حيت كيعجبو البلو وسمحوا لي لا لا كان كيعجب سيدي حسن ما عندي ما نقول انا نقول لك قول شي حاجه سيدي حسن لبس عليك لبس عليك العسل بادو ما خليتي لي ما نقول داكشي اللي قلتو هو اللي كاين وانت حنا ما عندنا ما نقول لكم اختاروا اللون اللي عجبكم وسيدي رضا الحبيبه ديالي صوب لكم اللي بغيتو كيفاش حبيبه الحبيبه ديالي وكبيده ديالي وعمري وسيدي غزال حتى كيقول لي ما تبقيش تقولي لي هاد الهضره هادي قدام الناس حيت كنحشم ولكن مع الحبيبه ديالي وقيلا نوض نمشي وحيت غتعطل على خدمتك ياك وانت حبيبه ديالي شوفي انت قرري اللي بغيتي انت وسيدي حسن وعيطي لي في اي وقت صاف يلا حبيبه ديالي خنوصل لك لانك غتعطل على الخدمه وغتبقى تنقرا عليا يلا ميرسي بوكو والله يا ودي ما تقوليش هذا الكلام حنا حنا خواتك يا حبيبتي يلا بسلام عليكم تشرفنا بيك واش علاش ملي كيكون الويكاند كتقولي لي حبيبه حتى كيكونوا الناس انت ما عرفتش عليك اسم حبيبه اسالك تعلي غوت عليك صافي مابقيتش غادي نقولها لا زيد قدامي راه غتعطل على خدمتك زيد غنوصلك صوب لك ديزانفيتاسيون كي حمق وريها لي زانفيتاسيون اللي صوبتي ليها كان عندو بروبوزيسيون هي الاولى زوينه بزاف 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 والثانيه تا هادي غزاله بزاف في الحقيقه تو في دو بون طرافاي راه قلت لك انا حبيتي نقول لك واش انت هاد الخاتم الزواج هكا غتدخلي في وسط الضيافه الحرفي قدام العادي والبادي كلشي تشفى فيه كوميم خصو براسلي خصو كوليي تراك عارفه عباد الله كيقابلوا على عروسه واش داخل عليها نهار العرس كوني هانيه حسن مسكين ما خلاني مخصوصه من حتى حاجه عطاني الفلوس ديال الذهب ديال لاستيليست وديال النكافه والخياطه ولا بغيتيني نتغدى مشيو عندها هاد المقرده الاخر دار الفلوس شتو ولا عايفه الرق وهادي لافونس ديال رضا صحتك اسيدي رزقك عيط لك الله يخطيكم عليا في حقك ولي الدنيا هانيه اختي ما كاين حتى شي مشكل وي كيفاش سرت جوج حماقاتها لا لا عندك تخليه يدخل عندي هذا صافي بغى يجبد لي الصداع صافي قول لي يبقى انا خارجه عنده دغيا يلا سمحوا لي دومينو انا راجعه واخا حبيبتي خذي راحتك سمعتي اش قالت ما كانتش كتهضر شاد كتعرفو ياك كتكون تعرفو ما عرفتش ملي وقع القضيه فائنه تبارك الله وصل عندو غزاله جيتي كتحمقي قلت لك هاد اللون غادي يجي معاك بصح ولكن انا بغيتك تقيسي لي التكشيطه ديال الحنه باش نشوف هذاك الخضر اللي اختارينه واش غادي يجي معاك ولا ما جاش معاك نديرو الديكرادي ديالو الحقيقه لا لي خطك عليا مريم ما كنتش عارفه شنو غادي ندير بلا بيك وي حبيبتي ما تبقاش تقولي لي هاد الكلام انا وياك راه حنا خواتات صافي حبيبتي يلا سيري بدلي الزين ديالي سير شويه عليك لا طيحي تبارك الله تبارك الله عندك طيحي وي سادة علاش كتعيط ليا لا 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 عندك دوز عندي الكابينيت شوف عرفتي اش غنديرو غنتلاقاو في هذاك الكافي اللي في بولفار سكتاني مع الربعة وما تعاودش تعيط ليا انا اللي غنعاود نعيط لك يلا بسلام
ديري عليك الصاحبة ابو حسن غزت فيك تتسرك على الوحدة دير عليك الصاحب هاي عدك واحد يصير اخر مره تعيطي لي في التليفون تفهمنا اجي خويا لهنا عندك اصحاب لك انا كنعيط لك معشوقه فيك على سواد عيونك راه مرتك اخويا اللي بغات تصورتكم تكون في لاطاخ ديال العرس عيط لها قالت لك مشغوله عيطي لحبيب وحسن غادي يجيب لك التصاور ويكمل معك العزله ديال لاطاخ عزلي الحلوه بوحدك انا غنمشي فحالي اجي لهنا دخل دماغك واحد الحاجه هادشي راه كنديرو فوق من قلبي دون لوبليكاسيون ان شاء الله ناري سالي هادشي كامل الله يعاون العونات ودابا تزيد قدامي خا تعزل الحلوه بلا ما تطلع لي الدم ها انت شوف هادي امون لايت هادي غوايه شوكولا بلون هادي غوايه شوكولا نواغ هادو ديال لاكريم ما عندك حتى ما دير بلاكريم كيضرب هادو دا بتي طاقتو اللي تهكا وسيترون غادي يعجبك الحال يلا دوك قول لي بدا لي بهاد امون لايت ماوها لايت حيت خفيفه شي شويه قلب في المذاق ديالك يلا بسم الله زوينه ياك حلوه جباتك عاود دوك لي هاد طاقتو اللي تهكا وسيترون كتعرفي مزيان ما عزيزش عليا سيترون وما فيها باس مره واحده في حياتك هبط الحموضه على قراجتك ولا صافي ولفتي الحلاوه وقلا باغي الضوء ضوء وضحك حك زعما راه كنعزلوا الحلوه دعرس صحه والراحه كي جاتك غزاله زيدك هاد غوايه الشوكولا نواغ عرفتي كتحمق وخفيفه كتحس بها مرمله في فمك انا ما غندوش النهار كامل وانا كنديكستي هنا في هاد لي طاقتولات عندي ما نقدي وخصني نمشي داكشي اللي اختاريتي انا قبل الله يعاونك ولكن حسن سمعني نقول لك حسن حنا ندير مع صاحبي هنا شي مستيع ولا بس فرفر تبارك انا كتغوت عليا وكتخرج فيها عينك هي اللي خصك تخرج فيها عينها هي المرض ديال الكارما الله مازال ما ضربتني عليك النفس قلت نونو كحال عيون سيدي حسن ما يلستن عليه شي حد دابا هاد السينما كلها اللي انت صايره ديري فيها باش تقولي لي في الاخر هاد الهضره هادي على حنان شوف انا راه كندويش من فراغ انا هاد الهضره اللي بغيت نقول لك عليها هادر عندي ليها دلائل والبراهين والحجاج شوف سبحان الله العلي العظيم ربي كبير قهوة اللي صدمتيني فيها هي اللي غيصدمك فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم سيدي ربي الصدمه القويه شوف الاماره سميتو سعد راه انت امرض بشر شفتو في الدنيا الله اكبر شكون هو هذا حسن تلخ مني راه شكون هو هذا فمك راني غنهرسو شكون هذا حسن بركه هذا سعد مون كوزا اللي كنت قلت لك عليه جا من فرنسا باش حضرنا العرس فالي أبلي فالي ما بلي ما فيغتي صافتي لي امتي تكستو عباد الله اسمح لي اخويا اسمح لي على سلامتك شو ان بو ديبوردي اسمح لي سي با غاف شنو المشكل انت ليش كدير هنايا مع مريم كاين الحبيبه ديالي كنعزلوا لك حليوه عرفتي بسلامتك يعني نعزل لك شي حليوه بسلامتك يعني غزالي كيحمق غادي يعجبوك يا راه ملي طلعتو نتوما كتعرفوا بعضياتكم وفامينا الله يهي تا ولا ما سلام عليكم انتوما تدخلوا لداخل انا جو جو لا 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 سيدي حسن ربي توصلني عندي طوموبيلتي تفضلوا تجي لهنا لامك غادي تقولي لي بشحال مقيومه هاد البرطيه هادي اللي تفهمتي مع حنان عليها غادي نكتب لك شيك وغادي تخبري اي على ودن مقرد شتك وليتي تسني الشيكات اخويا كاع وليتي كتشتت بالفلوس نسيتي ياماتك هي ما تكتنخشي يدي في الطابليون جبد لك 50 درهم من 100 درهم دابا شبعتي فلوس الله خويا حتى الزهر قولي لي شحال تعوتش عليا وما تهز صوتك انا كنقول لك الا بغيتي نطلع عاد نقول لها اش كاين ولا هايدي يدك يدك الله برد شوية مريم أنا مزوج فيك أنا تسلولي معك ها عار الله أنا غلطت في حقك وي أنا غلطت معك أنا كنت معاشر معك عشت معك واحد المدة لكن سيدي ربي ما كتبش لينا نستمروا الله ما بغناش نكملوا عباد الله نموت مشي ننتحر أنا لا أخويا ننتحر أنا اللي نموت ها وما خممتيش ديك خمس سنين ديال العشره اللي قالتها كنصرف عليك ونوقلك ونشربك ونكسيك ونصبطك ما خممتيش فيها ملي قلتي لي باي باي يا حبيبتي الباب الحبابه سبحان الله سيدي ربي كتدخلوا على الوقت اللي كتبغيو تقولوا لوحده باي باي ها شنو مريم شنو نقول لك واحد الكلمه شتي بهاد الحاله اللي واقفه قدامي وكترعب ومخلوع وما عارف ساسك من راسك ما حق الله العظيم الا عدفتيني فيك حتى باول مره كنشوفك بحال اول مره كنعرفك شتي انا كنقول لك دابا انا اللي ما بقيتش باغاك انا اللي
كب حسن ياك هي في عيلك 5 سنين من عمري داعت وكاك غباطل. انا نصرف عليك نوكل ونشرب ونكسي ونصبط وكنقول في الخريه كل شيء ديالي. هذاك حبيبي هذاك راجلي. هي 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 لبا حسن الجيعان تحلوا لك العينين شبعتي درتي الفلوس دابا انتي على صفيه عيتك شكاو هي جيب لي الحاجه الزينه ياك وانا قلت شري لي الحاجه ديال الجدريال شكون اللي كيدق عليا عاوتاني شنو بغيتي انت ما اللي واش كديري اش كدير اش ما غتحرقي الدار واش انت شغلك اخويا داري هذه انا بغيت نشعل فيها العافيه ونشعل في راسي شاريه لي من فلوسك انا غير خفت عليك علاش تخاف عليا اصلا اش بيني وبينك انا ما خفتش عليك انت على من غنخاف دابا واش انت باغي تصطيني بعد مني اخويا بعد مني عرض الله بعد مني واه مريم اش بغيتي تجوجي بيا كنتي منيتي واش تنصطي ولا فليب ولا طاريه فيك شي حاجه ولا مالك علاش بلاتي بلاتي عندك يسحب لك داكشي اللي طرا في الريستوره بصح لا ما ينحبك بلاتي غنوضح لك شي حوايج شي داكشي اللي درتو انا وياك في الريستوره داكشي راه كنا كنمثلو بالعربيه الطاهره درتك طريق باش نغدد الراجل اللي كنبغي شكون حسن صافي حسن خطيب لا ما خطيبهاش هذاك راه خونا تولي السيمانه وغادي يرجع ليا علاش انا مطمعاني علاش مخليني تابعك علاش اش طمعتك واش انا قلت لك كنبغيك علاش مخليني سامح في خدمتي وفي كل شيء جاي عندك هنا هبيل باش نسمع في هذا الشيء اللي كتقولي لي ياك شوف الله يرحم باك دخل هذه الهضره اللي غنقولها لك على راسك شتي انا وياك راه عمرنا ما يمكن نتلاقاو شوف فريده شتي تقول لك واخا تعجن وترجع لك رشمك ما كتدقش ليا ما داخلش ليا لدماغي ما دا شويه النفس الله يرضي عليك واه جريت عليك ما هي مره ما هي الف وانت ما باغيش تفهم حس الكرامه ما عندكش سير طلعتي لي فراسي او حبيبات ديالي وكبيده ديالي وعمري وسيدي غزالي شراك انا كنمثلو بالعربيه الطاهره درتك الطريق باش نغدد الراجل اللي كنبغي شتي انت كل لك واخا تعجن وترجع لك رشمك ما كتدقش ليا ما داخلش ليا لدماغي انت شويه النفس الله يرضي عليك واه جريت عليك ما هي مره ما هي عارف حس الكرامه ما عندكش يا سيدي يا هادي انت اللي جيتي مع السيد اللي دار الحادثه؟ هي انا سيدي مع الاسف دخل الكوما حبيبتي تقدر نشوفه؟ لا دابا حاليا الزياره منها
ديما ديما ربي يشوف فيه ويشوف من حد. امين ستي. شكرا يا دكتور خليجي. الله يا ريت الله يا ريت اكون يا ربي بلدي رجع جزوينا في حياتي يا ربي رجع جزوينا في حياتي. مريمو مريمو راه ما بقاوش عندنا الصبيغ ديال لي دين وديال الشعر باش غنخدموا للكليه اللي جاوا نقول لهم سيروا تترجعوا نوبه اخرى. قدر اختي ملي كان قدر باش معطل ولا لا قدي باش معطل راه كنهضر معاك الدريه واش حنا غنبقاو هنا مشومين ما عندنا لا برودوي لا والو ولا الهمتي مالك اختي شي ولات باغي تشادي معايا وليت انا وياك كلمه بكلمه وصافي ملي بالك انا طالع عليا الدم قلبي سته تسعود ولا خطيت شي حاجه راه بقيت قدامك صافي صافي اختي كوفي تتيا يا او بسم الله الرحمن الرحيم تحكي على الدبره شعرك غزال تبارك الله الحمد لله اللي كنغسلو لك اسيك كل مره ملي تفيق شعرنا غتجي عندي للصالون ولا اللي غنقطعو لك بيدك عارفه تقلقتي عليا اليوم حتى طلت عليك ولكن راه تسنيت تخرجت ماماك واختك عرفتيني كنحشم شي شويه وما بغاش المشاكل تا تفيق ان شاء الله وعرفني اليوم ياك لونو فن شعرك لونو كيعجبني ولكن ان شاء الله من بعد ونقطعو لك شي تقطيعه هكا صغيره مريم اهلا شكرا كنت دايزة من حدا الصالون ودخل زمان سلم عليك تعاودت لي الهام داكشي اللي طرا الرياضه دابا امتى يقدر يفيق نترجى والله ربي كبير مريم غير سمحي لي يا حبيبه ما وقفتش معاك في هاد المحنه اللي انت فيها واخا انت دائما كنتي واقفه معايا فاش كنحتاجك انا ما تقوليش هكاك انت اللي خصك تسمحي لي انت باقا عروسه جديده ولا كتوجدي اش من عروسه ما في خبرك شنو حسن انا توتاني لو تا لا ديرنيغ مينوت وتحشمنا مع العائله والناس علاش عرفتي انا كنت خارجه نشرب قهوه لا شربي معايا قهوه عاودي ليش قعد بالصحه انا اختي كلسي ايوا عاودي لي قولي كيفاش ايوا عقلتي على مون كوزان سعد عقلت عليك سعد كان خاطر لي شحال هاد انا قلت بلا ما نقولها لحسن حيت من العائله وخالتي ما كتخرجش من عندنا من الدار ايوا فاش عاقبينا حسن ما عجبوش الحال وصحابو انا كنتفلى عليه دابا في الصراحه سعد مون كوزان كان دائما طامع في حسن غادي يتفارق معايا شي نهار وغادي نتزوج بيه هنايا كنت انا درت معاه باش نفهمك كون انا كنبغي حسن غادي نتزوج بيه غادي نكمل معاه حياتي هاد حسن وقف علينا كنتابعنا ايوا صحابو انا كنخونو كبر الموضوع اكثر من القياس قسما بالله مريمي ما خنتوش ما نقدرش نخون حسن انا شنو شوفي نقولك واحد الحاجه حسن راه كيبغيك تاكدي من هاد القضيه وراه ما كيبغي حتى شي وحده من غيرك انت ما عرفتش حيت مني كنت كنشوف رضا كيفاش كيبغيك كنت كنقول واش كيبغيني حسن بديك الطريقه ولا لا كنت كنحسدك انت كتحسديني انا على رضا واي اللي انت كنت كنحسدك على كيفاش كيشوف فيك على كيفاش كيهضر معاك وعلى كيفاش كيبغيك وهذاك هو لو فري امو ان شاء الله غادي يبرا ويرجع لك انت ان شاء الله غادي يرجع لك حسن شوفي راه ما غتكوني انت ليلي ان شاء الله يلا حبيبتي شكرا على الزياره حنان صلي لي فراسك اختي دابا نطمن عليك بالتليفون Thank you.
ربي السلام يا ربي السلام. صباح الخير. صباح الخير حبيبه. مالك شنو بغيتي؟ عرفتي ما خليت فيا نقلبت عليك، عرفت راسي غنلقاك هنا. واش دابا انت عشت معاك انا واحد المده من حياتي غتولي تبعني حياتي كلها؟ جيت ندوي معاك وبغيتك تسمعني. يلا دوي انا كنسمعك. يلا سربي. تفارقتي مع حنان؟ ياك هادشي اللي كنتي كتقلبي عليه انت وصلتي ليه، دابا جايه كتشفي فيا ياك؟ لا كون بغيت نتشفى فكنت شفيت في التيسع من جيت لعندك. دابا انا بغيت نهضر معاك وبغيتك تسمعني. حنان ما خانتكش وعمرها ما كتخونك وكتبغيك، واخا بيني وبينك انت راه ما فيك ما يتبغى حتى واحد خاينه اناني دوماج انا عرفت معطله. حياتي كلها وانا معاك مريم، ما عمرني قدرت نفهمك اقسم لك بالله. دابا هذه اخر حاجه انا كنت كنتوقعها انك تجي انت كدافع على حنان. كندافعش عليها، انا كنحيد واحد التقليد على كتافي. شتي كلشي اللي شفتيه قدام عيني كلشي سمعتيه انا اللي درته، انا اللي درته وما خايفاش منك وتنقولها لك وتنعاودها لك. وما كندافعش عليها، كنقول كلام الحق حيت هي ما دارت ليا والو. الحساب بيني وبينك، وقضيه انك حتى عمرك ما فهمتيني حيت عمرك ما حسيتي بيا. ساهله سي ترو طار امري سي فريمون ترو طار. جاي كدافعي عليها دابا حنان مشات. عطي واحد الحاجه لو بغيتيش تفهمها نتايا، ما حدنا عايشين في الدنيا وحنا كنتنفسوا. ان جامي ترو طار. ادور في دماغك مزيان وفكر في هذا الكلام اللي قلت لك. رولا بو حسن. الله يرحم لك الوالدين. عفاك غير داك السيد اللي كان الشومبر واحد فين مشى؟ علاش ما قالوها ليكش؟ الله يخليك ما تخافيش، راه قالوها لمو اختو فاق على سلامته. الحمد لله الله يسلمك اختي. ونجيك فين هو دابا؟ هبطوا يدير شي تحاليل حيت اليوم ان شاء الله غادي يخرج. وعدك ستر اختي كيبقى ما نقدرش نفعك. يمكن لك تمشي عند الدكتور ديالو، راه البيرو الاول على اليمين. شكرا اختي الله يرحم لك الوالدين. الله يبشرك بالخير اختي. شكرا. Oui, entrez. شنو كدير هنايا؟ الحمد لله رضا فقد الذاكره جزئيا، نسى غير 6 شهور الاخرى في حياته. واخا دكتور دابا انا من الناس اللي عرف هذيك 6 شهور الاخرى، ولكن علاقتي به كانت يعني كان قريب ليا وكانت قريبه ليه بزاف. واش نقدر انا نكون من دوك الناس اللي غادي ينسى؟ ماقدرش نجاوبك. انت شكون اللي غيجاوبني يا دكتور دابا؟ رضا بنفسه. ان شاء الله دكتور الله يحشمنا. شكرا دكتور الله يجازيك بخير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك وينجيك اسيدي. شكرا نهارك مبروك ابولي. بليس دو سنتي كتعرفي بلي انا ما نقدرش نمشي عند شي دونتيست اخرى من غيرك انت. واخ تفضل اسيدي. اش كدير؟ ما عمرك تحيدي هاد الختم من صباحك. حنان انا جو با فيف سوندو امبوسيبل، وراه خصنا الشهر الجاي نبروغراميو لو مارياج ديالنا. جدام زيد اوليدي زيد. مرحبا بك في دارك. قلتيش
كنتي ساكن هنا؟ هي الدار امي ما غريباش عليا، ممكن نقدر نكون عشت هنا. ايوا شنو قال الطبيب؟ قال لك غير بشويه بشويه حتى تفكر كل شيء. اللي تفكرت ياه هو هذاك، واللي ما تفكرت ياهش لا يقلب ولا يشقلب بيع. بسم الله عليك وليدي، انت فعل الله. انا ملي تفكرت بميمتي واختي هذيك هي الدنيا وما فيها. الله يرضي عليك وليدي، سير ترتاح، راك باقي شويه عيان، ها البيت ديالك على اليمين، اختك راها خملاته. سلامتك. الله يخليك ليا مامتي. الله يرضي عليك. الحمد لله يا ربي. حقا ما حقا، شي حاجات نسيتهم، شي حاجات باقي نفكرهم. انا راه كنشوف في الافلام ديال الاذاعه البطل ملي كينسى الذاكره كينسى كلشي، ما كيبقاش عاقل على شي حاجه وشي حاجه لا. طنز كي داير؟ انت عاقل ديك شويه ولا والو؟ حتى انا نساني اش غيعقل عليا؟ هذا الحب قالت لك. هذا راه ماشي الحب، هذا راه 6 دريال ديال الحمص، هاكا 6 دريال محطوطه ديال الحمص، ما كاين لا حب لا والو. بنت خويتي سيري عنده فاس، سيري جيه فاس وقولي ليه انا كنت معاه، قولي ليه لا فيريتي، خرجي من رونتك صافي. ولي ولي ولي، كيفاش كان كنت معاه؟ واش تسطيتي ولا مالك؟ راه انت اللي تسطيتي، ماشي انا اللي حماقيت، راه كلشي عارف كنتي معاه، كلشي الدنيا كلها منهم راه كنتي معاه، على ملي كنتي كدوري به في المصحات وفي الكلينيك هذيك الساعه كنعقل عليك، ودابا ملي مرض عقلت على خويتي وعلى ميمتي. هي لا نصيبك احلى مع هذه طاليا تير علي بغى يبقى يعاود لك. شتي انا واخا نبقى نعاود لي قصه حياتي من هنا للعام الجاي ومحال يعقل عليا. وبيني وبينك دار سيدي ربي الخير ملي ما عقلش عليا، ما كون عقل عليكم بقى جنيت خرجوا عينيا. ولي على من الخير، واش دي هبيله ولا مالك؟ واش ندبح حناك ولا ندبر رجليا؟ وسيري عنده، سيري واجهيه، سيري عنده فاس وقولي لي هاش كاين. وكنت انا اللي كنت ديك للسبيطار وحق ما حق انت بغاك غير نهار اللي كنتي كتخيطي بيطي انت وياه هنا في الزناقي، حتى نمركم الناس وليتي معاه مشوهه. تتصطيت ولا ولي على معاه مشوهه؟ ويلي الهام. اه مشوهه مالك كتكذبي؟ شوفي غتمشي عنده ولا غادي نضربك بالشطابه مريم، راه طلعت لي في راسي. لا تعالي دابا نيت، مالك تتسناي تمشي لعندو؟ اجي دابا نيت اختي. والله الا تعالي بغى يعاود لك الهضره، مصيبه كحله معاد. نوضي اختي سيري جيبي لي قهوه، ضريتيني في راسي. يلا ياري شاري يا فلوس القهوه غنمشي نساهم. راك حالك قدامك، هزي سيري جيبي لينا قهوه. الله على صحيبتي مسكينه، انت شتي نهار العيد نهار تكون عندك الروسيطه طالعه غير كشطوك، هزي لاكيس هاي تيقي فيا انا. مصيبه بلاني بها ربي، وبعتي تما سربي راسك راه باغي نسدو. اخ الله يا رب، الله كارثه بلاني بها مولانا، كي غندير ليها؟ ويلي على كنتي كلشي عارفك معاه. كتعرفيني ياك؟ شناهو؟ علاش اخويا ان شاء الله غنعرفك شكون انت؟ عفاك اختي مني ما كتعرفينيش، انا غير خرجت نقلب على شي صالون هنا بغي نحسن شعري. اه صالون؟ اه انت ما تمشينيش، انا غدور عليه من الصالون الاول. تما غير حسنك وغادي صمصقوك. شكرا الله يحفظك. هانياتهم. وبربي تعاقل تخينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تسمحي لي كنت باغي نقص من شعري وقال لي الصالون ديال العيالات. سمحي لي. لا لا لا. لا عندك الحق، هو كان ديال العيالات، ولكن انا دابا كنفكر ان شاء الله الرحمن الرحيم نغدو ديال الرجال. بيني وبينك العيالات فيهم غا صداع. شنو بغيتي دير؟ بغيتي نقص من شعري. واخا واخا، اجي بعدا نغسل لك شعرك ولا واش؟ واخا تفضل. دير شامبوان زوينه. ريحه الخزامه اللي عجبتك المره الجايه ملي ترجع عند ناس سيدي غادي تلقى لهم جدالك شامبوان واحد اخر نفس لا مارك. شحال تحسبي ليا؟ لا لا يا ودي، انت دابا وليتي كليان ديالنا، المره الجايه ملي غادي تجي عاد غادي تخلص. هذه لك سيدي فابور هذه المره، جاتك تقطيعها غزاله، ديجا شعرك زوين. شكرا اختي، ما خليتي ليا ما نقول، زوينه وظريفه. اش بان لك الا عرضتك؟